السلام عليكم وبركاته، وكيف حالكم شباب؟ تمام. مقطع اليوم طريقة تحميل ماينكرافت مع التفعيل وايضا حل مشكلة اللاج او التعليق شاشة التحميل. واضغط زر اللايك والاشتراك وخلونا نبدا. في بداية خلك مايكروسوفت ستور لازم تسجل تسجيل دخول عشان انك تقدر تنزل العاب من مايكروسوفت. من بعد ما تسجل تسجيل دخول عليك طريقتين، يا اما انك تبحث تكتب ماينكرافت او انك تنزل اسفل وتحصل ماينكرافت الاصلية او الماينكرافت اللي تقدر تشتريها. اضغط عليه ومن ثم انزل الاسفل عندك كم نسخة، روح ضغط انت على هذه مايكرافت فور ويندوز، اضغط عليه ومن ثم ابدأ تحميل هذه النسخة. من بعد ما تحمل مايكرافت راح تنزل هذا البرنامج، راح اترك مياه رابط في الوصف. شغل البرنامج في البداية اسمه نعم، ومن ثم راح تظهر لك هذه النافذة. كل معك فقط انك تسوي تضغط لك هذه تعطيه الاختراق، اضغط عليه ثم اكبس بلاي ماينكرافت، ومن هنا اللعبة راح تشتغل. وايضا الحين راح تظهر لك المشكلة انه راح يعلق 42%، ما راح يتحمل ابدا. هذه الطريقة سهلة وبسيطة، كل معك فقط انك تضغط كنترول الت ديليت، او ان عندك طريقة ثانية انك تضغط تكبس على الماوس باليمين وتضغط على مدير المهام. فبدأ راح تحصل بهذا الشكل. كل معك فقط راح لك مزيد من التفاصيل وكبر، وراح دور لك لعبة ماينكرافت. هذه لعبة ماينكرافت، اضغط على السهم ومن ثم حدد على هذا الملف، سوي انهاء وخلاص اللعبة راح تشتغل. كما تلاحظون اللعبة اشتغلت بدون اي مشاكل، كما تلاحظون كل شيء متوفر. الحساب على حال الحين مفتح، اوكي خلاص ظهرت العلامة، وايضا الحساب على حال مفتح عندنا، لكن ما عليه، اهم شيء ان اللعبة شغالة 100%. كما تلاحظون كل شيء متوفر عندك، نعم السيرفر كله مفتوح، يعني تقدر تروح تكبس انها تلعب عادي كل شيء. هذا المقطع فقط حق جماعة البي سي وايضا الكمبيوتر واللابتوب. وبالاخير حبيت اشارك معكم هذا المقطع عشان لعل وعسى حد يستفيد من هذا المقطع. وبس، اشكركم على زر اللايك والاشتراك، ومع السلامة.